الحمد لله. كيف خرجنا والله؟ هي مالها سخانة مالها بالظبط. شوف روحك كيف ايه، تترشق بالسخان. خيبت شبيك يا خيبت، تنحي تنحي طبلي راك فوق السخانة. خيب جدك سينا بابا كان يراني مع طفل برك لما يقتلني. خلي زيد نحي طبلي. اسمع يا حنا من حاجة جديدة، معناتها فديت من غير ماذا قراية وبعد دار وبعد قراية نتعلم فن ولا حاجة جديدة بعد. وأنا شو نقول لك؟ خاف تورينا سوبر ستار ما تكلمنا كيف بالفيزا، معناها فهمت شنو نقصد بالدو؟ معناها أنا نجم نمشي معك في الخط وكل ونقول لك فازي، معناها أما راني نخاف عليك، معناها فهمت شنو نقصد؟ أصلا أنت وين قلت لك سوبر ستار، معناتها منين نحب نعمل حاجة جديدة زاد أنا عندي الحق؟ إي نجم علي شديد. إي ياسر نجم كان شنو نقصد بالكل؟ تعب زين. سيدي سوبر ستار اللي تحكي عليهم، عدم مكتيب تبارك الله عليهم، شنو عندك؟ أتوقع كتبت قبل زرقاء اللي عندك؟ هي كيما قتلك معناها. توا، أنت من وقتاش تحرم بقولة؟ أنت صحيح تعرف قيمة الفن معناتها. بإسمع يا جماعة، فما عبجة تحتية تلقاها هنا. هيا مشيت. حبيت نحكي معاك على التوجيه الجامعي، اختار شنو باش تعمل؟ نقول لك نصيحة، أنا نحب تطلع في بيبة المناوير بنت خالتي. أوقفك برا تقلو مبعثكم فرد جيب. اسمع دقيقة بأني باش نرجع لك جوست الخبر كمان. راني قلت لك عشنا في مره ما نحبش نولي طبيبه، اما خلينا مش نحب بالزح. اسمع ما هو شخت عندك توا خلى التليفون فوق الطاوله ومحلول من فوق. احلف احلف لو كان يفيق بينا لما يفضحنا الاثنين. قديش مرة نقول لك معاك؟ أنا بنتك نار ونسيت نقول لك كل شيء. قول لي شنو بالضبط راك رجعتي؟ مش نفسك سؤال تندمش. اسمع كان شغل معايا حتى راك تقص على دعامي شوية قول. أنت وبالي بي اسمع ما حتم تتعاركوش ولا لستو تحبوا بعضكم؟ عمك يخوض فيا؟ قول لي شنو الحكاية؟ أي السلام عليكم. هاديا هاديا عاش بنتي عاش بنتي هاديا اسمع الكلام هاديا 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 اسمع الكلام عاش بنتي والله سيدني هاديا هاديا عاش بنتي عاش بنتي عاش بنتي عاش بنتي هاديا هاديا قول ماشي هاديا تحت الجر العشيق
والنوار في الوسط، من الشمس تضرب والقلب يدق، حاجة جديدة قادت تصنع طفلة بينها وبين اختراعاتها. تصور، تتفنن، ألقاها، اسمعها، ثبت فيها ورد بلك تطلقها. ما عندك وين توصف؟ تقلق ترجع من جيت كل ديما كيما العصفور وقت نصيبوه في القفص. انتي طفله حشامه وضعيفه، تقعد عمر كامل ثقيله رخيصه، مصيرك رجال وصغار ما تربيهم الا ماشي براسك. مش هكا؟ من غير ما تقوي على بلدك. شفت الطفلة هذيك اللي قاعدة ترسم بياخذ طلب بيه هذيك إيه انت وياها عندك نفس الحل، وليه تعرف حاجة داخلة في حياتك اكيد مش تديرك نفس الحل. هذيك انت بهيمة اكها هي والله هي يا ناس هاني لقيتها. شنو الحكاية؟ نعرفك. نقدم لك نفسي سميرة عبد اللطيف، ريت بنت تجي لك على الفيسبوك. مهم فريمون اتريبو تابلو الشيدوف. اما تدرينا تحكي عليها؟ سمعي انا يا ريتك كنت ترسم على الانترنت مفيد، عجبتني خدمتك. وقت ما ريتك ما قدرت نشد نفسي باش نجي نحكي معاك شخصيا. انا يا مون غون بير اي تي ان اوم دافير ان تري تري غون فان دي بانتور il a fait carrière dans la rue et doucement il a fait fortune. Donc je voudrais savoir si tu voulais faire la même chose. وانا يا نعاونك باللي نقدر. قل شطون يا قوت مثلك هنا، ما عندك عيلة تبغيها؟ إيه كي طويلة، لو كان نلقى نقطع التنهيدة من وسط قلبي ونصير لعالي. أنا المهم عملت اللي نحب عليه، واللي ما عاش حلمه كيف عيشته في قبره من غير طعم. إيش باش نقولك؟ يعطيك الصحة، أما تنزيد نخم. إيش تفكري؟ نديرو لايف على الفيسبوك؟ تدوين ديالك دارت البوس على الإنترنت، ما عندها علامة تنجح هذي المرة. باهي على خاطرك. ليه على خاطر حلمك اللي باش تحققه بقدرة السميع العليم. جيب بزاف مشادات يبغي ينز معايا بعد الرسوم عادي. تفضل ملالي. هيدي ليك هي روبا، هيدي البسها وحلمك يتحقق. اما رد بالك كنت لبسها من بعد نحيها راه حلمك باش يقف وباش تموت. رد بالك.
هذا الفندق؟ اسمع عايش تسخنش في الدار. يا عزيزة تبا؟ دقيقة بركة، انت في الدار ولا حناس؟ لي سمحني يا عزيزة، أنا عملي بابا من يسمى بيك بطاعة القراية ما عادش حبه. سمحني. بيه سامحني قلقت. أما حنا عارف يا أخي كان مش أنت قدر لهم كيف عارفوا؟ أي باي باي. حتى نعرف شكون ما عمله معاك. قد ما عملت معاك إذا كش تعمل. منام ودم وقصة لها نعمل حاجة. هذا الشمال، هذا الشمال، الشمال
مرحبا بكم في الموزع الصوتي لنور الهدى مصمودي. إذا أردت الاتصال بنور الهدى اضغط على 1 1 2. الو اسمع شختي يا اخي كان عندي نمر 99. اي هذا هو نمرك القديم من الوقت اللي سما ما بدلتوش، ما تقوليش في سما نسيتو. متاكده يا شختي خاطر شفت المره اللي حكيت لك عليها اليوم اليوم صباح توفيت وما زلت ما حسيتش من عندي. حاسي عندها تصويره وين فما الطفله انا وياها كيف ولات قسمت على 2 وزيدة عندها النوبرو هيدا اللي ورا ورقة ما استنى الساعة منين جيتها تصوير تطلعش هاي ستير كنت ريقدة وقتين ذوكم منعتهم شجنب عندك شي وراق تثبت فيهم ولا ساك ولا قفة تدور بيها هكيك البيض مسايبة تجيلي هي راه لما حالة معتها بيه مع دي الساكة منعش قيت فقاعة تحت ورقة ولا شنو منعش مكتوب فيها نعرفش كان لازم نحلها واللي انا الحق طلي بسي جي محرس كاليت تبسملهم يتحلوا لك بالعريس ما نهضمهمش ما نعطيهمش جنب كيما قلت لك. مش هكا هيجي الو بنتي صحيح انا حبيتك طلعت بيبه تعلي لي راسي أما نحب على مصلحتك واللي تعمله أنا راضية به. أنت صحيح مشيت وخليتنا أنا وبو لكنك حققت حلمنا. كانت تقرا فيها الورقة هذه نحبك تحطها في قلبك باش تبقى لك عبرة ليك ولاولادك اللي ما ظهر لي كان باش نلحق عليهم. النهار اللي هزيتني من الشارع وجبتني معاك للدار حتى وأنا تعبة من راشي عرفت لي تربيتي ما مشيتش حرام ولي تعبي ليك مش خسارة. بوك دار المصمودي وماندرار عائلة كبيرة ورزق بيا من الريف وأحوازه عمل كل شيء باش يعرس بيا رغم اللي بابا ما قراني شي وأمي من طابونة وقضية الدار ما تقومشي. أما الحاجة اللي عملتها لي جدك ربي يرحمها ويخفف عليها التراب الثقيل هي اللي التربية التربية والحلم حلم وما ثماش كلمة اسمها مستحيل. ما نوصيكش على عيشة الطفلة اللي تعاون فيك في الدار كان مش هي راني ما نجمتش نكتب لك هالوريق رد بالك عليها. صحيح وقفت قريتها على بكري حسب ما قالت لي أما قلبها طيب وتحبك وتقدرك. وبالنسبة لبوك نهار اللي مشيت فيه انتي كنت نسخاي اللي ربي هالزمانته شرح يده مسكين وبطنه كله تفرعس فاقوا بيه الضبة دخلت له جرثومة فلوسي كل عطيتها له باش نجم نداويه في كليني. نحن عندنا الضبة تبارك الله عليهم يدياتهم جمد الماء أما الوسائل دايرين عليها الفساد اللي ما خلاو شي في هالبلاد تراثنا العزيز الغالي حتى مس بثارات ما سلموش منهم. وأنا ميمتك ما بقاليش باش نداوي روحي قالوا لي لازمني عملية بثلاثة ملايين باش نرجع نشوف ما كانش نتعمل كلي. نهار اللي مشيت فيه انتي صار فيا دخت وطلع لي الدم ونجت مرضى قالوا لي عندي مشكلة في الأعصاب اللي طربت ما بين عيني ومخي. مع هذا أنا فخورة بيك. بوك مازال حي يرزق كيف قام من الفراش وروحنا للدار نلقوا الكوبة مبدلة ما لقيتش باش نخلص الكريم. فهم الحكاية الكل غزرت له وغزر لي في عيني وقال لي اللي باش يمشي لو جالي واللي ماهوش يتسلم فيك. من وقتها الحق لا ريته ولا سمعت صوته كان ينجم يخليني وياخذ امراه اخرى وينسانا الاثنين كيف ما يعملوا بشر شيء. بنتي كتبتك هالجريده الكل باش تفهمي قديش نحبك انا وياه. نحبك تصحكي وديما تتبسمي رغم الظروف ديما تحنتي الرحمن وتقدمي لقدامك امك.
هذه حياتي ونامتي والدنيا وحياة روحي محال سلم فيه، وبقدرة الخالق العالي وصلت له. حلمي مش مجرد دهن على النسيجة ولا حبر على الورق، ليلي حلمي وحكاية وشنشينة وغنية. أنا هيجة حطيت حياتي كاملة وانا نحلم، نبكي ونتبسم ولا ليلي ها مبكيتش، قدمت القضية وفمي مسك، حاولت نبني نكسر اليهد، نبني وعفري نتمد. ليلي تونس جديدي وردة جديدي، وكي نعجبكم نروح نصوتهم ولهنيتهم فوق الصراط. انتي في الهيدا تريدو كل حاجة، والإن عمرها لا تعرى عن حاجة لديك حتى كل الحاجة بيحنينها. مناش حامي حامي عم ترفت فشة ووقت أكلم لرماش توريك الثنية اسكندر. يا إيش تعمل هوني أنتي؟ تو فزلي مخليني سنين الكل هيدم وتول شيني. هيدي أنا عمري ما نسيتك، وطول حياتي نحلم باش نلقاكم ونعرف شكون شني عملنا لويك، حتى زي عملني ولوجع لي كمان. يا حبيبي شو المشكل؟ وجدت معايا حد يعز علي. با تو مش كنت ميتة؟ سمعتك كلمة صحيح؟ يا اخي للدرجة هذه خايفين من الموت؟ للدرجة هذه ضميركم مش مرتاح؟ نسينا لي الدنيا تجربة والآخرة قرار. إذا كنت ما فهمت شيء فسرولي. كل واحد فيكم يخمم في روحه، تقول زوج اختاتس يتعاركوا على حكا سنتين، أما كي تحلها تلقاها فارغة زينة وبرة. أنا ما جيتش لنقيلك في الفن الراقي ولا في الشعر الجاهلي، أما في بالي باش نقراك تبدلت، ولا خليني نقول تغيرت فن وغرام وابداع صحيح، لكن ما تنساش اللي الاخرى بالفعايل مش صورا على الانستغرام يا لله. والله تبعني تربح، مستحيل تهرب المكتوب. عمري كنت خايفة من الموت، ساعات نقول خير بيصير كيما معاك انت با وما. حاب نعترف لك بحاجة، حكاية السرقة متاع التصويرة أي نوع، من الأول راني خفت، أي نعم، خفت عليك، ومن بعد ندمت، أنا غالب، سي لافي، ثماش شكون ما يندمش، ثماش شكون ما يغلطش، حد، ولذا أنا حاولت نطلبك برشا مرات على الميسنجر وعلى التليفون ولا حد يجاوب، داكور؟ وكيف وجدت، خليني نقول وجدت ما نقولش كلمة أخرى، بوك في الشموسات معلق علينا ضياع قارب عليك الدنيا، داكور؟ قلت فلت فرصة ما نفلتهاش باش نجي نطلب منك السماح، وهاني جيتك بسقية حتى للدار، داكور؟ وانت تستقبلني هكا؟ ولا لا؟ كان مش صاحبتك نوهيك الصحفية اللي دلتني عليك في بالها باش نعملك سوربريز، راني ما نجمتش نجي اصلا، داكور؟ وكتبت لك هالقصيدة. ما تخافش ما تخافش، كتبت لك هالقصيدة.
يا مولاتي العين النحارة خطفت لي قلبي بشرارة، يا مولاتي الطيبة والروح، يا مولاتي الطيبة والروح من ريحتها انتي حندوخ. آه يا بنت المصمودي، لو كان يهديك الرحمن نولي لك عود وفنان، فك عليك من هالفن، أنا نهدي لك الفن ونوريك الثنية. في بالك اللي مهموني معنا في الدار هذي؟ صراحة كيف لقيتها مطيشة في الشارع؟ لا تتكلم، لا تشوف وبالروح لا تمشي معناتها. أما عمدولة جديدة ولا شنو عايشة وعيشة ما نعرفش عليها، عمدولة كنت بتجوي مكيش راك لقيتني ضايعة داخلة في الحيط. اش بك ما قلتيش؟ اش بك ما قلتيش؟ سايب عليك بس كبر انت. وين؟ وين؟ عزيز 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 فيك عزيز، هاني معك هاني معك عزيز عزيز فيك فيك عزيز عزيز هاني معك فيك فيك عزيز 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 عزيز. الفنانة هيجة المصمودي في السجن بعد اتهامها بقتل أبيها المعروف باسم فيصل المصمودي ووضعها في مركز الرعاية النفسية بمنوبة لمدة لا تتجاوز يومين، وهذه آخر كلمة قالتها قبل وفاتها. إن عملت كل شيء باش نرفع بيدي ونحقق حقي، الله غالب وقوي. وقت تعيش منظومة معشش فيها الفساد، منظومة تقتل أولادها، ما تنجم تقول كاين الحمد لله وكهو. متأكدة لي أنا حققت ولو جزئيا في البلاد هذي، ما يعرفوا قيمتك فين كيف تتوفى، وهذا كان عارفهم. ليسوا الناس حقروهم على خاطر مظهرهم وأسرهم وعلى خاطر ما فكوا شيء من الجمهور وقعدوا صادقين. أنا مسامحة الناس الكل. مظاهرات عديدة أمام قصر القصبة وقصر قرطاج بعد إثبات براءة الفنانة ودعوة إلى ثورة جديدة، ثورة الروح، ثورة هيجة 24 و1000. نشكركم على حسن المتابعة مشاهدينا الكرام، كانت معكم نهاء المصراوي، تحية طيبة للجميع وإلى اللقاء. Fuck!